Welcome to the UX Bootcamp, wherein we are going to discuss about the importance of UX, your user experience, when it comes to web development, mobile applications, and other applications that can be developed nowadays. اليوم عندنا ورشة عمل تتكلم عن واجهة المستخدم وتجربة المستخدم، وأتوقع أكثر من الشباب متحمسين لفكرة تجربة المستخدم وكيف تكون بالضبط. طبعا نشكر القائمين على هذه ورشة العمل، نادي جوجل وعمادة شؤون الطلاب وجميع القائمين على هذا. تجربة الانضمام للمعسكر هي تجربة جديدة بالنسبة لي، وإن شاء الله أتعلم فيها أشياء كثيرة وأشياء مفيدة وممتعة بنفس الوقت.